الأخبار تشير إلى أن هناك حشود تتوافد باتجاه البيت الأبيض هنا قربنا للاحتفال بانتصار جو بايدن. بدأنا نسمع بعض الأصوات التي تقترب من الاستوديو، واضح أن هناك حشود كبيرة على ما يبدو تستعد للاحتفال بهذه النتيجة. طبعا ما جعل هذا الإعلان أو هذه النتيجة ممكنة في هذا الوقت هو اكتمال عمليات الفرز في ولايات حاسمة أبرزها ولاية بنسلفانيا. قبل أن أنتقل إلى بنسلفانيا أود أن أعرف من أنس الصبار مراسلنا في ويلمنغتون بولاية ديلاوير المقر الرسمي للمرشح الديمقراطي جو بايدن عن الأجواء وما هو المتوقع. أنس، استمعنا يعني كلمة مقتضبة للسيد جو بايدن قبل قليل، يقول أنه فخور باختيار الشعب الأمريكي له رئيسا وأنه سيكون رئيس لكل الأمريكيين. استمعنا أيضا إلى كامالا هاريس تقول أنه سنبدأ الآن العمل. ما المتوقع اليوم فيما يخص ربما احتفال أو كلمة إعلان النصر من السيد جو بايدن في ويلمنغتون هذا اليوم؟ بالفعل مهند، على الأقل حتى الآن هنا على الأرض إلى جانب المبنى حيث حملة جو بايدن تستمر الحشود بالوصول إلى هذا المكان. موقف السيارات امتلأ على آخره والكثير من أنصار جو بايدن وصلوا إلى هنا. المتوقع كلمة لجو بايدن وفق ما قالت حملته أو تحدثت بعض الأنباء عن أن كلمة مرتقبة حتى قبل الإعلان عن نتيجة بنسلفانيا التي منحته 20 مقعدا في المجمع الانتخابي وطارت به إلى 284 صوتا وأعطته مفاتيح البيت الأبيض. هنا الحديث يدور الآن عن الفريق الانتقالي، الحديث يدور عن كلمة إعلان النصر والفوز في هذه الانتخابات. ربما بعد ذلك سيخصص فريق للرد على الادعاءات التي يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب، سواء فيما يتعلق بعد الأصوات، المطالبة بعد الأصوات، أو حتى التشكيك في نزاهة تلك الأصوات التي وصلت عبر البريد، التشكيك في بعض الأصوات التي كانت متأخرة تحديدا في ولاية بنسلفانيا بعد الساعة 8 من يوم الانتخابات. هنا على الأرض الكثير من أنصار جو بايدن تفاعلوا مع إعلان شبكات التلفزة الأمريكية لنتائج الانتخابات. كانت البداية مع الشبكتين الليبراليتين إن صح التعبير، CNN وNBC، وبعد ذلك عندما جاء الإعلان من فوكس نيوز اعتبروا أن ذلك إقرارا من الخصم بالفوز، وإن لم يقل ذلك دونالد ترامب الذي كما تحدثتم في واشنطن توجه لممارسة رياضة الجولف. هذه الأجواء الاحتفالية هنا ربما يتبعها بعد قليل جو بايدن بكلمة ليؤكد لأنصاره أنه فاز وأصبح الرئيس 46 بانتظار كلمات وتصريحات من الخارج تقر بهذا الانتصار. لكن الأهم من ذلك مهند هو الإقرار في الداخل، والعين الآن تتجه على الجمهوريين في مجلس الشيوخ وقيادة الجمهوريين أيضا في مجلس النواب، كبار الجمهوريين الذين ربما أحجموا عن الحديث خلال الفترة الماضية. لكن ما ينتظر الآن هو اعتراف صريح من قبل حملة ترامب والرئيس دونالد ترامب بخسارته في هذه الانتخابات. ربما جو بايدن لن ينتظر طويلا وسيخرج، وكما صرح وكما قرأت قبل قليل في هذه التغريدة سيتحدث وقال إنه يتشرف بأنه يكون رئيسا لكل الأمريكيين وإنه سيوحد، أمامه طريق طويل لإعادة اللحمة والوحدة للولايات المتحدة الأمريكية كما قال. أنس، بالأمس خرج السيد جو بايدن في هذه الكلمة المقتضبة وكان البعض يتوقع أن يتم فيها إعلان النصر، ولكن الأرقام لم تكن كافية، الأرقام أرقام الفرز والعد في هذه الولايات الأربعة التي يعني طال الانتظار فيها لم تكن كافية، مع أن الاستعدادات كانت في ويلمنغتون لإقامة احتفال بالأمس، كان هناك تحضير لألعاب نارية وغيره. هل نتوقع أن يتم هذا الاحتفال اليوم؟ من المتوقع جدا مهند، من المتوقع جدا بالنظر إلى حجم وسائل الإعلام التي تحدثت عن فوزه ومصداقيتها.
أيضا الـAP وكالة Associated Press أعلنت أنه فاز في ولاية بنسلفانيا. إذا ما جمعنا وسائل الإعلام هذه كلها وهي التي تتحدث عن هذه الأرقام وأنت تدرك تماما حجم تأثير الإعلام في الولايات المتحدة على جميع المسارات سياسيا أو حتى قضائيا، فإن كانت تصريحات الفريق القانوني لدونالد ترامب ستشكك أو ستطالب أو ستأخذ الملف برمته إلى المحكمة العليا في واشنطن، فإنها عليها أن تواجه ضغطا من الشارع من أنصار جو بايدن أولا، ثم ثانيا عليها أن تواجه الضغط الذي تفرضه وسائل الإعلام وعلى رأسها فوكس نيوز التي كانت تدافع طيلة السنوات الأربع الماضية بضراوة عن دونالد ترامب وعن أفكاره وعن فرصه في الفوز بولاية أخرى في البيت الأبيض. ومن بعد ذلك على فريق دونالد ترامب أن يدافع عن وجهة نظره أمام القضاء وأمام الجمهوريين في واشنطن الذين وإن كانوا يحبون أن يفوز دونالد ترامب بولاية ثانية وإن استفادوا في هذه الانتخابات بأن قلصوا عدد المقاعد التي يسيطر عليها الديمقراطيون في مجلس النواب، فإنهم يخشون على النظام الأمريكي، يخشون على النظام الانتخابي في هذه البلد ويرون في ذلك تهديدا لوجودهم أنفسهم وليس فقط للنظام الانتخابي أو لبقاء دونالد ترامب في السلطة. وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية تحدثت أيضا عن أن مسؤولين في البيت الأبيض قاموا بشطب تغريدات وبعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من بينهم كيلي مكناني التي نفت بعد ذلك أنها قامت بذلك، لكن كل المؤشرات حتى منذ يوم الأمس في ولاية بنسلفانيا في مدينة فيلادلفيا كانت تؤشر إلى أن جو بايدن يقترب رويدا رويدا من حسم الرئاسة الأمريكية. وبعد ذلك صباح اليوم مساء أمس تحديدا الجمعة نيويورك تايمز أوردت أن الحملة بدأت تفكر فعليا في الفريق الانتقالي وفي آلية الاستلام والتسليم في البيت الأبيض، وأطلقت موقعها الإلكتروني وبدأت تتحدث حتى عن بعض الأسماء كما ذكر جو تابت من واشنطن سواء في وزارة الدفاع وهي المناصب المهمة والحساسة في أي إدارة أمريكية. وبالتالي فإننا نتحدث الآن عن خطوات إيجابية على الأقل من طرف حملة بايدن، مقاومة من طرف حملة دونالد ترامب لما يحدث وللأصوات. هذه المقاومة لا تتعلق فقط بمقاومة جو بايدن وحملته كرئيس منتخب الآن وفق وسائل الإعلام الأمريكية، بل مقاومة الشارع والضغط الذي ستسلطه الجماهير التي صوتت لجو بايدن. نقطة أخيرة ومهمة مهند تتعلق بالتصويت الشعبي، التصويت الشعبي الذي حطم أرقاما قياسية هذا العام. نتحدث حتى الآن وفق فوكس نيوز وكما تحدثنا سابقا فإن الأخبار التي تتعلق بجو بايدن إن خرجت من فوكس نيوز فإننا نتحدث عن مصداقية عالية، لأن هذه القناة محافظة وتحاول قدر الإمكان إسناد ودعم دونالد ترامب. الأرقام في التصويت الشعبي حتى الآن 74 مليون و 857 ألف صوت لجو بايدن مقابل 70 مليون و 598 ألفا لدونالد ترامب. هذه الأرقام الكبيرة من التصويت، الأرقام القياسية للمرشحين بالمناسبة وليس فقط لجو بايدن، تؤشر إلى حجم الاستقطاب الذي حدث خلال هذه الانتخابات، وتؤشر أيضا إلى ردة الفعل التي قد تحدث في حال رفض دونالد ترامب هذه النتائج وحث أنصاره على الخروج كما يطالبهم في الرسائل التي يرسلها إليهم. حتى صباح هذا اليوم تصل الرسائل تطالبهم بالدفاع عن حقه في البقاء في البيت الأبيض، يسألهم بالقتال من أجله وبالتبرع للفريق القضائي لاستكمال إجراءات التقاضي. نعم، ابقى معنا أنس الصبار في ويلمنغتون بدلاوير، مقر حملة السيد جو بايدن الانتخابية. الآن أنتقل إلى هنا إلى العاصمة واشنطن من أمام أو من محيط البيت الأبيض، معنا من هناك مراسلنا جو ثابت. جو مرحبا بك، واضح أن هناك تحضيرات لاحتفالات في محيط البيت الأبيض، الأصوات نسمعها من هنا، ضعنا في صورة ما يجري من حولك جو. تماما، باختصار أجواء فرح تعم الشوارع في العاصمة الأمريكية واشنطن. هذه التجمعات الشعبية التي كانت تتحضر وفقا لمعلومات الشرطة في واشنطن بأن تتظاهر وأن بأن تتحرك شعبيا
في الواقع تحولت إلى مواقع احتفالات، خصوصا في الطرق المؤدية للبيت الأبيض. تشعر بأن الجميع يشعر بأنه يوم وطني. كثيرون من المارة قبل قليل كانوا يقولون بأنه يوم وطني بالنسبة إليهم، هذا في الواقع ما يمكن قوله في هذه اللحظة. أيضا الإعلان عن فوز جو بايدن طبعا يزيد من فرص الديمقراطيين في السيطرة على مجلس الشيوخ، والأمر الأساسي الآن هو مشاهدة أو متابعة المرحلة الانتقالية، حيث من الواجب على إدارة الرئيس ترامب أو البيت الأبيض أن يقوم بإيجاز الرئيس المنتخب جو بايدن بكل التفاصيل وكل الملفات. هذا طبعا يجب أن يتم وفقا للقوانين ووفقا للدستور. أما فيما يتعلق بقبول الرئيس ترامب نتائج هذه الانتخابات، في الواقع الدستور واضح، هو أنه عليه أن يغادر البيت الأبيض قبل 20 من شهر يناير، وهناك وضوح أيضا في نص الدستور بأنه فيما لو رفض الرئيس الانصياع أو للخروج من البيت الأبيض يمكن للقوات المسلحة الأمريكية أن تؤازره إلى خارج البيت الأبيض. طبعا إضافة إلى مسألة مغادرة وقبول السيد ترامب بالنتيجة، هناك مرحلة انتقالية في غاية التعقيد. نحن لدينا حوالي شهرين ونصف من الآن وحتى موعد التنصيب في يوم 20 من يناير. المرحلة الانتقالية في غاية التعقيد، هناك عشرات الآلاف من الموظفين الذين يجب أن يذهبوا مع هذه الإدارة ويحل محلهم موظفين آخرين. سيكون هناك فريق للإشراف على هذه العملية الانتقالية، في العادة يكون هناك فريق ويرأسه إحدى الشخصيات المهمة الموالية طبعا للمرشح الذي فاز في الانتخابات، وتقوم بالتنسيق مع الإدارة المنصرفة في تحضير هذه العملية الانتقالية. هذا يتطلب بالضرورة تعاون من إدارة الرئيس دونالد ترامب في هذه العملية الانتقالية المعقدة. وحتى الآن على ما يبدو، إذا استمر الرئيس ترامب في هذا الموقف، لا ندري كيف سيكون شكل هذه المرحلة الانتقالية، لكن لا يعني لن نستبق الأحداث. سننتظر لنرى إذا كان الرئيس ترامب سيبقى على هذا الموقف الذي اتخذه من خلال التغريدات التي أطلقها فور الإعلان عن السيد جو بايدن رئيسا للبلاد. الرئيس ترامب يقول الانتخابات بعيدة كل البعد عن نهايتها، وأنه السيد بايدن يعني يسارع بإعلان نفسه منتصرا بشكل زائف. هذا موقف ينم عن الكثير من التحدي. سننتظر لنرى كيف يترجم هذا الموقف بعد قليل. الآن ننتقل مباشرة إلى بنسلفانيا، هذه الولاية التي أتاحت لجو بايدن أن يكون منتصرا اليوم. الكل كان بانتظار هذه النتائج من بنسلفانيا. معنا من هناك مراسلنا رضا بوشفرة من مدينة فيلادلفيا. رضا، دعنا في أجواء يعني الإعلان الذي تم اليوم والذي صدر عن ولاية بنسلفانيا والذي سمح للسيد بايدن أن يكون رئيسا منتخبا للولايات المتحدة. نعم محمد، لقد فعلتها ولاية بنسلفانيا من خلال إهداء لمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن 20 مقعدا، كانت كفيلة لتزوجه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية. هنا في فيلادلفيا يجتمع العديد من أنصار الحزب الديمقراطي وأنصار جو بايدن للاحتفال به، ويقابلهم هم أيضا أنصار دونالد ترامب. طبعا كان هناك العديد من السيارات التي خرجت لتحتفل بمجرد أن تم الإعلان بفوز جو بايدن من قبل شبكات التلفزيونية. طبعا للإخوة المشاهدين كي يفهموا إجراءات التتويج هنا في أمريكا، فور الانتهاء من الفرز وظهور فوز ب 270 مقعدا هنا في أمريكا، تقوم شبكات التلفزيون بالإعلان الرسمي بالتتويج أو رئاسة المرشح الحزبين، وبعدها يقوم المرشح بإلقاء خطاب الفوز. كان من المفترض أن يكون ذلك ليلة أمس على الساعة 8، لكن يبدو أنه إجراءات الفرز أخذت وقتا طويلا، ما أدى بمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن بتأجيل إلقاء خطاب والاكتفاء
طمأنة أنصاره. ولاية بنسلفانيا هذه الولاية من المفارقة أنه لا أحد يسمع بها طيلة أيام السنة، إلا أنها آخر أسبوع أصبحت محط أنظار العالم، الكل يتكلم عن بنسلفانيا وحقيقة فعلتها، كانت مسرحا للمنافسة بين دونالد ترامب وبين منافسه جو بايدن. قام بعدة جولات في المدن هنا في ولاية بنسلفانيا، وآخر يوم قبل الانتخابات كلاهما زار هذه الولاية. طبعا جو بايدن ركز كثيرا على المدن الكبيرة، على غرار فيلادلفيا، بيتسبرغ، هاريسبرغ، وآلان تاون، وفاز، حقق فوزا كبيرا في هذه الولايات. في فيلادلفيا وحدها حقق أكثر من 80% من الأصوات المعبر بها. يترقب سكان بنسلفانيا خطاب النجاح. طبعا يعتبرون العديد منهم، من تكلمنا معهم، يعتبرون أن جو بايدن هو ابن الولاية، لأنه ولد هنا في هذه الولاية في مدينة سكرانتون بنسلفانيا، وكلهم فرح وسعادة بتتويجه رئيسا، الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. مهند، نعم رضا، سنكون معك مع كل جديد الآن إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، هذه الولاية الأخرى المتأرجحة التي كنا ننتظر النتائج منها. معنا من هناك مراسلنا إياد الجغبير. إياد، دعنا في صورة النتائج في ولاية جورجيا، 16 مقعدا في المجمع الانتخابي، هل تم حسم هذه المقاعد لصالح السيد بايدن بشكل نهائي؟ نعم مهند، أولا من ناحية حسابية وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن بايدن يعني من المؤكد أنه حسم هذه الولاية لصالحه. في هذه الولاية 158 مقاطعة، بايدن تمكن فقط من 20 مقاطعة منها، لكن هذه المقاطعات كان لها الصوت الأكبر. هناك فارق اليوم أكثر من 7000 صوت بين بايدن وترامب، والمتوقع أن يتم إعلان النتائج خلال هذا اليوم الرسمية. بعد أقل من ساعة مهند من إعلان الوسائل الإعلامية التي قطعت الشك باليقين أمام ترامب بموضوع فوز بايدن، تواصل إلى هنا وقدم إلى هنا المئات من المناصرين إلى ترامب. هم يعتقدون، هناك لديهم اعتقاد كامل بأن ما يجري في ولايتهم جورجيا هو تزوير للانتخابات، إضافة إلا أن ما يجري في كل الولايات المتحدة الأمريكية هو تزوير لإرادة الشعب. بعضهم يقول لنا بأن الديمقراطيون قاموا بالتصويت لأكثر من مرة عن طريق التصويت البريدي وعن طريق التصويت الشخصي. نعتقد بأن هذه الكلام غير صحيح، لكن هم من يعتقدون أن هذا الحديث صحيح، وأن الرئيس الأمريكي 46 يجب أن يكون دونالد ترامب. هذه المنطقة تشهد توتر قليل في الأوقات الحالية، توافد المئات من أنصار ترامب إلى هذه المنطقة، تم استدعاء الشرطة المحلية. هناك بعض أنصار جو بايدن يقومون بمواكب في السيارات. خلال وصولهم إلى هذه المنطقة يتم هناك التراشق في الشتائم بين كلا الأنصار. ننتظر ما هو الجديد من ناحية رسمية. نحن نقف الآن أمام الحكومة في ولاية فيرجينيا، وجميع الأنصار يتوافدون إلى هنا. الأعداد كلما تقدمنا في الدقائق القادمة أمام جورجيا، عفوا مهند، كلما تقدمنا في الدقائق القادمة يزيد أعداد الواصلين إلى هذه المنطقة من أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب. نعم إياد، فقط للإشارة فيما يتعلق بولاية جورجيا، هناك الآن سباق مهم سيجري على مقعدي مجلس الشيوخ، بسبب عدم حصول أي من المرشحين على العدد الكافي للفوز سيكون هناك انتخابات إعادة. أهمية هذه المسألة أنه إذا فاز الديمقراطيون بهذين المقعدين ستكون لهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. إذن نحن بانتظار انتخابات إعادة لمقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا،
في يناير القادم، وهذا طبعا سيؤثر كثيرا، لأنه إذا كان الرئيس المنتخب بايدن لديه أغلبية في المجلسين ستكون الصورة مختلفة بشكل كامل فيما يتعلق بإمكانيته على التحرك وتطبيق السياسات التي يتبناها. أشكر شبكة مراسلينا كانوا معنا من الولايات المختلفة، سنعود بعد قليل لمتابعة النقاش.